يعني احنا امام قضاء تعامل مع الواقعة على انها تختلف. انا امام ضابط اساء استخدام السلطة. اهو المشهد اللي احنا شايفينه، اساء استخدام سلطته ومات مواطن بريء. هذه الواقعة اللي انتوا شايفينها اتحكم على الضابط فيها بثمان سنين سجن. فهنا الحكم احدث انقساما كبيرا. عدد كبير من الضباط بيكلموني الحكم قاسي وفي قضايا تانية، شوفوا اللي بيحصل فيها وشوفوا القضايا بتطول ازاي، والناس ممكن تاخد لسه في قضية منذ ايام في سنة مع الايقاف لبعض الارهابيين. انا امام قاضي هو فقط اللي عنده اليقين وله الرؤية في التعامل مع القضية. لكن اللي يهمنا فيها ان احنا نقدم هذه القضايا للمجتمع ونقول لهم هي دي دولة القانون والمؤسسات. لما في ضابط شرطة هيخطئ هيتحاسب على الفور، والحساب يمكن ان يكون قاسيا على اعتبار انه معاه سلطة واساء استخدام السلطة. تعالوا نشوف النطق بالحكم في هذه القضية. محمد محصور محمد محمود احمد ابراهيم، السجن لمده 5 سنوات عن التهمه الاولى والثانيه والخامسه، ومعاقبته بالسجن لمده 3 سنوات عن التهمتين الثالثه والرابعه، وتغريمه مبلغ 5000 جنيه عن التهمه السادسه، وازالته من المصاريف الجنائيه وحاله الدعوه المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه بالمصاريف. صباح الخير.